نقلت صحيفة اندبندنت عربية عن مصدر دبلوماسي غربي أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اشترط على واشنطن فصل المواجهة مع حزب الله عن مفاوضات غزة، موضحا أن نتنياهو يعتبر كلام زعيم حزب الله حول قدرة حزبه على احتلال بعض مناطق إسرائيل يعطيه الذرائع بالتصعيد ضمانا لأمنها. وأفاد المصدر بأن عناصر المفاوضات المتعلقة بلبنان باتت مكشوفة، وهي تطبيق القرار 1701، انسحاب المقاتلين وتفكيك البنية العسكرية للحزب في الجنوب، نشر حوالي 10,000 عنصر من الجيش اللبناني إلى جانب مراقبين دوليين يرجح أن يكونوا كنديين للإشراف على تفكيك هيكلية الحزب العسكري الجنوبي الليطاني. على يتبع كل ذلك وفق المصدر ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأشار المصدر إلى أن ما يعرقل التوصل إلى تنفيذ هذه الشروط هو محاولة الحزب البحث عن انتصار معنويا يستخدمه داخليا. من بيروت ينضم إلينا لمناقشة كل هذه التطورات الكاتب الصحفي توني بولوس. مساء الخير توني، أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة. أريد أن أبدأ بالاختلاف الواضح اليوم بالكلام الإسرائيلي بمقابل كلام حزب الله حول كيف سيتوقف هذا المشهد، هذه المواجهة. بالنسبة لحزب الله تتوقف هذه المواجهة بمجرد توقف الحرب على غزة بدون قيد أو شرط، ولكن إسرائيل تتحدث عن شروط، تتحدث عن ضرورة التوصل إلى تسوية. اليوم لماذا هذا الاختلاف الكبير؟ هل من معطيات تشير إلى أن ربما حزب الله يعني مستعد للتفاوض على تسوية ولكن على الأقل ليس علنا؟ مرحبا. يعني في الواقع منذ البداية نعلم أن حزب الله عندما فتح المعركة أراد فتحها لاعتبارات معنوية، ويعني اعتبر أنه يتحكم بإخمادها أو وقفها ساعة يشاء. ففتح المعركة بهجوم باتجاه المواقع الإسرائيلية في 8 أكتوبر، ولكن تدريجيا توسع نطاق الحرب، وهذا لم يكن يدركه ولم يكن يحسبه ولم يكن ضمن حسابات التي يقوم بها حزب الله. كان يعتبر أن قواعد الاشتباك لا تزال سارية وأنها ستستمر طيلة المرحلة التي يقوم بها بتلك المواجهات، ولكنه تفاجأ أن الجانب الإسرائيلي كان لديه بنك من الأهداف وقام باغتيالات سياسية أو باغتيالات كبيرة لقيادات من قبل حزب الله، قيادات عسكرية، وتوسع باستهداف بنى تحتية للحزب باتجاه بعلبك وصل أيضا. وبالتالي هذا لم يكن في الحسبان. اليوم يريد اغتنام حزب الله نقطة وقف إطلاق النار أو أي تسوية في غزة ليسحبها عليه، يريد التخلص من هذا المقزق فعليا، ولكن يريد الخروج بطريقة يحفظ ماء وجهه ويريد أن يحصل نصرا معنويا. كل ما يبحث عليه اليوم حزب الله هو ليس يعني أي تغيير ميداني في قواعد اللعبة أو أي تقدم عسكري، لأن العملية باتت واضحة أن حزب الله تكبد خسائر كبيرة في هذه المعركة حتى الساعة. خسر حوالي 400 كادر أساسي من كوادره، وأيضا أسقطت نظريته السابقة التي كانت تقوم أنه يستطيع أن يردع إسرائيل وأن إسرائيل تخشى مواجهته لأنه يملك قوة عظيمة، وبالتالي هذا الأمر سقط. اليوم يريد أن يبحث عن نصر معنوي. طيب هذا طيب السؤال هنا ما نوع النصر بس ما نوع النصر المعنوي الذي بس إذا سمحت لي ما نوع النصر المعنوي الذي يمكن أن يكون حزب الله قادرا على تحقيقه، مش بس يريده بس حتى قادر على تحقيقه؟ يعني يريد عندما يقتنص فرصة أن تنسحب وقف إطلاق النار أو التسوية في غزة على جنوب لبنان، يقول للرأي العام، لرأيه العام يعني لبيئته ولجميع اللبنانيين، أن إسرائيل أنه هو من ألزم إسرائيل على وقف إطلاق النار، وأنه هو من فرض هذه التسوية بشروطه على إسرائيل، وبالتالي هذا يعتبره نصرا ويقوم باحتفال في الداخل اللبناني، وطبعا يريد أن يستغله لمزيد من السيطرة على اللبنانيين وعلى الحكم في لبنان. يعني هذا ما يبحث عنه، أن يقتنص ما يحصل في غزة على حساب جبهة جنوب لبنان. طبعا يعني لدى حزب الله يعني بات يعني يدرك جيدا أنه مضطر لتنفيذ القرار 1701، وأنه مضطر للانسحاب عن الحدود، ولكنه يريد إخراج لذلك. ف
فهو يبحث أنه يعتبر أنه إذا حصل ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يربطه أنه هو من فرض هذا الترسيم، تماما كما حصل سابقا في الترسيم البحري عندما قال حزب الله أو اعتبر حزب الله أن هذا الترسيم هو نتيجة قوته، وأن قوته وقدراته العسكرية هي من فرضت شروط معينة على إسرائيل أرغمتها على ترسيم الحدود. يعني هو البحث عن نقطتين، أولى الاستفادة من تسوية غزة ليسحبها على لبنان ويقول أنه هو من فرض وقف إطلاق النار، والنقطة الثانية يقول أنه هو من فرض ترسيم الحدود بشروطه على إسرائيل. بس أيضا هل هذا يعني أنه حزب الله سيقبل فعليا بنهاية المطاف تطبيق 1701، انتشار الجيش على الحدود وتقريبا انضمام 10,000 جدد إلى هذا الجيش؟ هل سيقبل بموضوع تفكيك سلاحه بحسب موضوع التسوية الموجودة، أو على الأقل إبعاد سلاحه عن جنوب الليطاني؟ يعني حسب المعلومات هو يقبل بعمليا بتلاعب على الكلام، هو يريد تطبيق 1701 ويحتفظ بكلمة إخفاء المظاهر المسلحة في الجنوب. يعني كلمة عدم وجود مظاهر مسلحة يمكن يستغلها أنه لا يوجد مواقع ثابتة ولا يوجد تحركات عسكرية واضحة، فهنا التلاعب في الكلام يستغله أمام الرأي العام، ولكن في الواقع هذا أمر غير صحيح. وأيضا حتى الساعة هو لا يزال يرفض عمليا وجود مراقبين دوليين لمراقبة إذا كان هناك تفكيك لقدراته العسكرية في جنوب نهر الليطاني. فمن هذا المنطلق لا يزال يعرقل هذا الحل ولا يزال يرفضه، ولكن يرفضه شكلا إذا تم تصحيحه بالشكل بمصطلحات لغوية تناسبه فهو لا يمانع برأيي بذلك، لأنه يدرك جيدا أن العملية العسكرية أو مواجهة حزب الله هي ليست في صالحه. يدرك جيدا أنه إذا هاجم إسرائيل أو إسرائيل هاجمته سيتكبد خسائر كبيرة، وربما سيصل إلى مصير شبيه بحركة حماس في غزة. وبالتالي هو يعني علنا يهوبر الصح التعبير بقوته وقدراته، ويقول أن إسرائيل حتى الساعة لم تهاجمه لأنها خائفة من قدراته، ويقوم بتصوير بعض الفيديوهات أنه صور شمال إسرائيل ويصل إلى حيفا بتصوير بنظرية الهدهد وغيرها. كل هذا الاستهلاك المحلي الإعلامي الداخلي ولشد العصب ولإبراز القدرات العسكرية. طيب. بموضوع هي غير موجودة في الواقع. بموضوع الاستهلاك الداخلي سنذهب إلى يعني تقرير حول شعبية حزب الله، ونعود إليك توني لمزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع. فقد سلطت Foreign Affairs في تقرير مطول لها سلطت الضوء على لبنان المأزوم. في تقريرها كشفت بالأرقام نقلا عن مواقع موثوقة نسبا حول لبنان بين موالين ورافضين لحزب الله وسياساته. بحسب المجلة فإن حزب الله هو دولة داخل الدولة، ولا قدرة على المؤسسات الشرعية ولا المؤسسة العسكرية على مواجهته أو إيقافه. تبني المجلة أرقامها على أرقام من الباروميتر العربي لتستخلص أن حزب الله يهيمن على قرار 70% من اللبنانيين من مختلف الطوائف والمذاهب، ويسلب قرارهم ويجر البلاد نحو حافة حرب يرفضها أغلبية الشعب اللبناني. بالتالي بات المشهد وكأن لبنان التعددي تهيمن عليه ميليشيا حزب الله، والتي تختطف قرار طائفة بأكملها. عودة إلى ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي توني بولوس. توني، يعني عندما نقرأ بتقرير Foreign Affairs نتحدث عن 30% يؤيدون حزب الله وعن 70% لا تريد حرب ولا تؤيد حزب الله الآن، وهذا يعني أيضا هذا التقرير يتطرق إلى عدة طوائف وليس فقط الطائفة التي ينتمي إليها الحزب. ماذا يعني هذا الرقم الآن بالنسبة للبنان؟ يعني من الواضح أن جميع اللبنانيين يرفضون الحرب، وهذا يقولونه بشكل واضح وصريح. يعني كل القوى السياسية ترفض الحرب حاليا، فقط يعني الذين يعني يقفون إلى جانب حزب الله هم فقط الجماعة الإسلامية، وهو مكون صغير جدا تابع الإخوان المسلمين ولا يمثل السنة في لبنان، إضافة إلى موقف المستجد لوليد جملاط الذي يقف إلى جانب حزب الله في هذه المعركة ويريد الحرب. ولكن في المقابل
الأكثرية الصاحبة من اللبنانيين، يعني المسيحيين بنسبة أكثر من 90%، السنة أيضا بنسبة كبيرة جدا تفوق 80%، والدروز وأيضا جزء كبير من الشيعة يرفضون هذا الحرب، وبالتالي اللبنانيون يرفضون الانجرار إلى هذه الحرب. في الواقع تقرير فورن أفير يشير إلى أن حزب الله هو دولة داخل الدولة، ولكن دعيني أقول أن حزب الله هو حزب يخطف الدولة، وبالتالي جميع القوى السياسية تتأثر بفرض القوة وترهيب حزب الله، حتى جزء كبير من الرأي العام، ورأينا أيضا في المقاهي وفي أكثر مكان أي شخص يرجو على معارض حزب الله كيف يتم التعرض له والاعتداء عليه سواء من بيئته بشكل خاص أو ضمن مناطق أخرى يعتبرها بالفعل. هو بس بنفس الوقت يعني سواء سياسيا أو حتى كذلك طائفيا، يعني عندما نتحدث عن أرقام بالطوائف الأخرى كالمسيحية والدرزية وحتى السنية من ناحية ضعف دعمها لحزب الله، ولكن ألم تكن هذه الطوائف عبر زعمائها وممثليها وسياسيها هي يعني من كرس هذه المعادلة أصلا؟ يعني كنت أنا أتحدث عن دولة مخطوفة، وبالتالي خاطف الدولة هو يملك المؤسسات وهو يقرر، فعمليا عندما أراد حزب الله الانخراط في هذه الحرب لم يستشر الحكومة اللبنانية، رغم أن هذه الحكومة هو من شكلها وما تأتمر بأوامره حتى لم يستشر، بس دعمته بنهاية المطاف استونيا، يعني رأينا مواقف لرئيس الحكومة، بالنهاية هو داعم لحزب الله بهذه الحرب. رئيس الحكومة هو موظف عند حزب الله، هو من عينه مثل أسوة بالحكومة والوزراء بشكل عام، يعني لا يوجد يعني في هذه الحكومة أي رأي آخر، هي حكومة اللون الواحد التي تم تشكيلها لهذه الأهداف لتكون خاضعة لحزب الله. ويريد حزب الله يعني معركة رئاسة الجمهورية اليوم، ماذا يريد حزب الله؟ يريد أن يأتي برئيس كالرؤساء السابقين يكون موظفا يأتمر بأوامره، يعني فعليا النظام الذي يريده حزب الله كالنظام الإيراني، أن يكون رئيس يأتمر بأوامر المرشد الأعلى الذي هو حسن نصر الله، فالرئيس الفعلي هو حسن نصر الله، بينما يكون هناك رئيس موظف. أيضا بالنسبة للحكومة، هذه الحكومة دورها أن تقوم بشرعنة ما يريده حزب الله، فلذلك نتحدث عن دولة مخطوفة بالكامل لا تستطيع أن تتخذ أي قرار، إنما حزب الله يتخذ القرارات ويعطيها الأدوار التي يجب أن تلعبها، فهي غطاء ومطية يستغلها ضمن الإطار الدولي، وليكون لديه وزير خارجية وليكون لديه حكومة تنفذ ما يريد. فعمليا الحكومة اللبنانية لا تمثل الرأي اللبنانيين ولا تمثل أغلبية اللبنانيين في رأيها الانخراط وأن تكون لجانب حزب الله. الرأي الصاحب للبنانيين معارض تماما لهذه الميليشيا وأيضا للحكومة، وبالتالي المجتمع الدولي مطالب بمساعدة الرأي العام اللبناني ومطالب أيضا بتطبيق القرارات الدولية التي اتخذها، وبالتالي القرار الدولي 1701 وأيضا القرار الدولي 1559 الذي يطالب بسحب وتجريد جميع الميليشيات سلاحها وتسليمها للدولة، وأيضا القرار 1680 الذي يرسم الحدود بين لبنان وسوريا ويسحب زريعة مزارع شبعة التي يريد حزب الله تبقى كمطية لشرع سلاحه، وبالتالي إذا طبقت هذه القرارات تلقائيا نكون طبقنا الدستور اللبناني واتفاق الطائف الذي ينص على إقامة دولة حقيقية تمثل اللبنانيين. فمن هذا المنطلق تشديد على القرارات الدولية هو أمر أساسي، وأيضا الأمم المتحدة هي مطالبة بإلزام لبنان على تطبيقه، وبالتالي لذلك يعني هناك تساؤلات، لماذا لا تضغط الأمم المتحدة ومجلس الأمن صاحب القرار على الفرقاء لتطبيق هذا القرار بدل أن ندور بحلقة مفرغة ونبحث عن اتفاقية جديدة، طالما هذا الاتفاق هو من يضمن ويعيد الاستقرار إلى الجنوب وإلى لبنان. شكرا لك ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي توني بولوس على هذه المداخلة معنا.